وافويد البرونك
انيرشيا لو انت تراي كونتراكشن وافويد سيبسس. اما الدكاتره في الثيرد سكند ستيج بقى هنعمل ديليفري. زي ما احنا خدنا برضو قيصريه ولا فورسبس ولا بيدوز ولا ايه بالظبط. بعد كده كوميونيكيشن، اوعى تنسى الكوميونيكيشن اللي هي الكلمه اللي احنا متعودين عليها اللي اسمها ايه بقى بيسو، سواء كان ماترنال سواء كان فيتال، برولونجد ليبر وفيتال ديستريس والبروم برولابس اوف كورد انجريز فيتال وماترنال وسبسس ماترنال وفيتال واوبستراكشن في الام يؤدي الى فيتال ديس في النهايه. ده دكاتره التسليح ماشيين عليها وهنمشي عليها النهارده برضه في كذا موضوع، واخدين بالكم؟ طب نبدا اول حاجه بالفيس برزنتيشن. نبدا اول حاجه بالديفينيشن اوف فيس. بدايه انا بقول لك ايه هو الفيس، لازم نفرق ما بين الفيس وبين البراون، مهم قوي فيس وبراون. بص دكاتره كده انا فيهم في الرسمه دي، انا فيهم الفيس وانا فيهم البراون. ما ده كده اني فيس واني براو بقى، رايكم ايه يا شباب؟ بص كده الفيس اهو بيبقى نازل بوش اهو، نازل بالفيس، ده نازل بالفيس، وش شايفين عامل ازاي؟ الهيد اكستندد بالمنظر ده. على فكره يا دكاتره الفيس ممكن تبقى نوت فولي اكستندد او فولي اكستندد، الاثنين فيس. لكن البراو ده بقى ده ميد واي، يعني هو لو عمل سند اكستنشن دخل فيس، لو سند فليكشن بقى ايه بقى اوكسفورد، واقف على الحرف بالظبط، واخدين بالكم؟ بين الفليكشن والاكستنشن، بين الفيس وبين الاكس، البراو هو الميد واي، بيبقى الحي العام، فده يا دكاتره براو، نازل البراو اهو، لكن ده نازل بوش اهو، ده فيس وده براو، ده فيس وده براو، فلازم نفهم ايه الفرق بين الفيس وايه الفرق بين البراو، شكل الفيس عامل ازاي؟ بيبقى كده نازل بوش، واخدين بالكم كده اكستندد، لكن براو نازل ميد واي، معايا نازل بيه اورج. نبدا اول حاجه بيه ديفينيشن اوف فيس، اديت ابان برزنتيشن، برافو عليك. كويس بقى فهمتوا بقى ايه الفرق بين المان برزنتيشن والمان بوزيشن؟ مع امبارح كان الستوب ستيل كان ايه دوت؟ كان مان بوزيشن. اللي جاي كله على فكره اللي جاي كله مان برزنتيشن. It is a man presentation in which the head is extended. الهيد از اكستندد. مين اللي ده بقى الدينومينيتور بقى؟ الدينومينيتور مين؟ العظمه اللي انا بحكم عليها بقى، بحكم عليها في البوزيشن. اللي هي دي اللي هي تشن او منتم، تمام؟ تشن او منتم. بص يا دكتور البيبي دوت نازل فيس، تمام؟ ممكن يكون اللي تشيل ده نازل بوشه كده، اللي تشيل ده انتيريور، انتيريور كده، ناحيه اليمين كده معايا او ناحيه الشمال كده، او المنتو بوستيريور بالمنظر ده كده، يا شمال يا برضه ايه؟ يا يمين بالمنظر ده كده، يعني ممكن يبقى هنا كده اللي تشيل ناحيه دي كده، ده ما هو تشيل ناحيه ورا ناحيه السكرم اهو، ورا اهو ناحيه السكرم اهو، يا تشيل هنا كده ورا ليفت او كده ورا يمين، معايا ده كده تشيل ورا يمين او ورا ايه؟ ليفت. أو ممكن تبقى قدام بالمنظر ده كده، لو قدام تبقى هنا انتيريور، يا إما ناحية اليمين كده أو ناحية الشمال بالمنظر ده. يعني هنا دكاترة بوزيشن منتو انتيريور أو بوستيريور ويمين وشمال. تعالى نبص إزاي. بص دكاترة كده المنظر ده أهو، بص يا جماعة التشيل هنا أهو بوستيريور ناحية مين؟ ناحية السكرم. رايت وليفت. بص هنا كده التشيل ناحية السيمس بيوت، التشيل هنا إيه؟ انتيريور رايت أند ليفت. يبقى عندي في أربع بوزيشن اللي إحنا متعودين عليه. كانوا متعودين عليها يا دكاتره انتيريور بوستيريور رايت اند، شوف اني مربع واخدين بالكم. يعني يا دكاتره اول حاجه الديفينيشن، الديفينيشن عباره عن مان برزنتيشن الهيد از اكستندد، تمام. ثاني حاجه الدينومينيتور هي التشين دي الدينومينيتور. ثالث حاجه البوزيشن قدام ورا يمين وشمال، قدام يمين وشمال ورا يمين وشمال، واخدين بالكم. طب نيجي على الانزنس، الانزنس كام؟ في الكتاب مكتوب 1 في 200 ل 1 في 300. في الراوند هيقول لك 1 في 365، واخدين بالكم؟ حتى عشان في سكيما كده عشان ما ننساش الكلام دوت، هيقول لك كده البيبي بيورينا وشه مره في السنه. السنه كام يوم؟ 365 صح؟ هيقول لك 1 على 365، يعني البيبي ده بيورينا وشه مره في السنه. يعني انزل سكاتر اوف فيس تمام 1 على 365، او زي كتاب اسمه كاتب 1 على 200 ل 1 على 300. معايا اوعى حد ينسى بيبي ده بيورينا وشه ايه؟ مره في السنه. عايز تقولها كده ماشي، عايز تقولها كده ماشي، كله كده صح. الاثنين صح. 1 في 200 300 او 1 على 365. يبقى يا دكاتره خلي بالكم الانزنس 1 على 365. نيجي بعد كده بقى على الايتيولوجي. ايه الايتيولوجي عندنا؟
بص الداتا ايكولوجي بقى. اولا في نوعين من الفيس. اول نوع من الفيس ان ربنا خلقه من الاول كده فيس، وهو في البريجنانسي كان فيس. ده غير فيس نوع اسمه سكندري فيس، يعني برايمري فيس اثناء البريجنانسي كان فيس. السكندري فيس لا، ما كانش فيس ولكنه اثناء الليبر قلب الى فيس. مين برايمري فيس بقى؟ نعرف بقى مين برايمري فيس. اذا ربنا خلقه فيس من الاول اللي هو ديورينج بريجنانسي كله عروس مهر الاقيه فيس. زي مين كده يا شباب؟ زي انا فاكر كده اهوت البيبي اللي عنده نيك تيومر زي كونجيتال بايتر. واخدين بالكم؟ لو عنده بايتر تلاقيه عامل كده اكستند بالمنظر ده، عنده فيس طول الحمل فيس. اللي عنده نيك تيومر زي البايتر. معايا يا شباب؟ طيب خدتوا كده في سؤال في الجراحه جه، اول سؤال جه سنه 2011 كان يقول لك اول سؤال كان اسمه سيستك هايجروما. اسمعوا الناس سيستك هايجروما معايا اللي هو بقى هنا في هنا لينث متجمع كده، ده برضه نيك تيومر برضه زي سيستك هايجروما. تلاقي برضه ايه ده برضه ماله؟ اكستند بالمنظر دوت. او في لوبس اوف كورد اراوند النيك. كل ما تلف لوب كل ما بيعمل ايه؟ يعمل اكستنشن. في لوبس اوف كورد ده مش عارف يعمل ايه؟ يعمل فليكشن. لوبس اوف كورد اراوند النيك. او في سبازم ان ذا ماسلز اوف ذا نيك. سبازم ده برضه هنا دكاتره اكستنشن بالمنظر ده. لو في سبازم في الماسلز بتاعت النيك برضه يحصل له اكستنشن بالمنظر ده. معايا يا شباب؟ طب مين يا دكاتره البيبي اللي هو مالفورميشن في البيبي اللي هو راسه كلها عباره عن فيس؟ يعني ما عنديش سكال. معايا يا دكاتره؟ ما عنديش يا دكاتره. برافو عليك. او ما عنديش كمان الهيمسفيرز هو كله عباره عن وش اللي بنسميها ان انكفالي. بيبي كله عباره عن وش. فينزل بيه يعني؟ ينزل بوش. هو عنده حاجه غير وش؟ ينزل بوش بالان كفالي. فجينا دكاتره مصحيه زمان يقول لك شفيه يا راجل اللي هو راسه عامل زي مين؟ زي اللي هي دكاتره زي الاتو، صح ولا مش صح؟ فجينا دكاتره في راس كده، على فكره في راس كده، راس زي الاتو بالمنظر ده. اهو يا دكاتره بص المنظر ده راسه كده زي الاتو كده مطوله كده. دي بنسميها دي مان فورميشن اسمها دوليكو كفالي. طب ينزل ازاي؟ ده القتة يعني. معايا؟ ماشي يا بابا هروح لك بعدين. بص يا جدع هنا يا جدع هنا ايه؟ هنا يا جدع كده عامل زي طبطبله كده اسمها الدوليكو كفالي. ايه ده بينزل ازاي؟ بينزل كده. ما ينفعش ينزل باي حاجه، هنا لازم ينزل بوشه كده. خد بالكم؟ فهنا يا جدع ان هو كده ده اسمها دوليكو كفالي، يعني راسه مطوله قوي. اسمها دوليكو كفالي، راسه مطوله بالمنظر ده. تمام؟ يبقى هنا ده مان فورميشن. يلا ده كاتب معايا بقى برايمري فيس، يعني ربنا خلقه ايه؟ برايمري فيس. ربنا خلقه فيس من الاول زي مين؟ زي نيك تيومر، زي سيستك هايجروما، زي لوبس اوف كورد اراوند النيك، زي سبازم، زي ان كفري، زي دور كفري. ربنا خلقه من الاول فيس بنسميه برايمري فيس. على فكره يا جماعه البرايمري فيس كمان حط ضمن الاسباب اوف برايمري فيس السبن بيز، السبعه بي برضه بيعملوا برضه برايمري فيس. يعني لو بولي هيدرابنوس معايا بلاسينتا بري اي حاجه من الحاجات دي كلها 7 بيس ممكن تعمل برضه برايمري فيس. على فكره يا شباب برايمري فيس مش ده الموست كومن كوز اوف فيس. مين هو الموست كومن كوز اوف فيس؟ عارفين ايه يا شباب؟ درس امبارح. عارفين ده الموست كومن كوز اوف فيس؟ ان هو ما كانش فيس في الاول ولكنه اثناء الليبر قلب الى فيس اللي هو بنسميه غير اكستنشن اوف اوكسيبيتو بوستيريور. عارفين ايه السبب؟ ان البايب رايتر ده كان متثبت في دايمتر في البلبس اسمه ساكرو كوتيرويد دايمتر. البايب تيبر ده كام سنتي؟ 9.5. وممسوك هنا في مين؟ ساكرو كوتيرويد كان 9.5. وكان مين سالك؟ مين سالك مين؟ البايب تيبر. فكان الدكاتره ممكن يقف كده دي فليكس او ممكن يعمل كمان كده يقلب براو وده الموست كومن كوز اوف براو، او يعمل كده كمان يقلب اكستنشن ويقلب الى فيس وده الموست كومن كوز اوف فيس برزنتيشن. يعني لو جت خلي بالك من السكندري فيس از مور كومن عن البرايمري فيس. يعني لو جت ذا موست كومن كوز اوف فيس از اكستنشن اوف اوكسيبيتو بوستيريور. كان في الاول اوكسيبيتو بوستيريور ده كان اثناء الليبر قلب الى فيس. طب عايز حد ذكي يقول لي لماني بفيس معايا يا دكاتره؟ يعني هو كان اوكسيبيتو بوستيريور بالمنظر ده. اوكسيبيتو بوستيريور بالمنظر ده يا شباب اهو بالمنظر ده لما يقلب الى فيس بالمنظر دوت يا ترى يا دكاتره يقلب فيس يبقى منتو في رايكم كده معناها بيفيس كده بالمنظر ده كده يلقى الى منتو انتيريور ولا منتو بوستيريور؟ يعني هو اوكسيبيتو بوستيريور لما يجي بقى ده منتو ايه؟ انتيريور. يعني السؤال الثاني مين مور كومن؟
بنتو انتيريور ولا بنتو مسكير وليه؟ البرايمري فيس يعمل الاثنين، البرايمري فيس يعمل الاثنين، بنتو انتيريور اند بنتو بوستيريور. لكن الداتا السكندري فيس اللي هو كان اوكسيبتو بوستيريور لما يقلب الى فيس رسمي يبقى بنتو انتيريور. عشان كده بيقول كومن بنتو انتيريور. ليه؟ لان الداتا اللي انت هتبدا ممكن يطلع من البرايمري فيس. ماشي، وده مش كومن قوي. لكن اكيد السكندري هيلب الى بنتو انتيريور وده المور كومن. يعني منتو انتيريور از مور كومن عن منتو بوستيريور. خلاص يا شباب؟ فهمت يا جماعه الحوار دوت؟ يبقى لو سالت مين مور كومن؟ لا منتو انتيريور. ليه؟ لان هو ناتج من اكستنشن اوف اوكسيبتو بوستيريور وده الموست كومن كوز. ده غير كمان ان البرايمري فيس ممكن يكون كده او كده. برايمري فيس ممكن يكون كده او كده. فالمنتو انتيريور از مور كومن عن منتو بوستيريور. نخش يا فكره بعد كده على دايجنوزيس اوف فيس. معايا دكاترة؟ ايه هو دكاترة الدياجنوزيس اوف فيس بقى؟ ما هو الدياجنوزيس اوف فيس؟ خلي بالك يا شباب الفيس ده واضح ان هو كان اوكسيبتو بوستيريور وفرد عمل اكستنشن. كان يا دكاترة هو اوكسيبتو بوستيريور وعمل اكستنشن. علشان كده اكتب بقى جنب الدياجنوزيس، اكتب جنب الدياجنوزيس ان هو يا دكاترة هتقرا الدياجنوزيس دي ان هو ايه؟ تيبيكالي از اوكسيبتو بوستيريور مع فرقين. يعني خلي بالكم الدياجنوزيس اوف فيس بيساوي اوكسيبتو بوستيريور زائد حاجتين كمان. ايه الحاجتين بقى؟ عشان خلي بالكم يا جماعه، حاجه ديورنج بريجنانسي وحاجه ديورنج ليبر. يعني خلي بالكم دايجنوزيس اوف فيس از تيبيكالي از اوكسيبتو بوستيريور مع فرقين، فرق في البريجنانسي وفرق في الليبر. يعني ده تفكير ما احنا قلنا امبارح ان هو الساينز واخدين بالكم اللي هو انسبكشن وبالبيشن والفضه الليبر والفضه جريب البيتيكال كله والبيتيكال كله الداتا زي بعض ما عدا فرقين. في فرق هنا during pregnancy وفرق during labor. يعني الداتا خلي بالك الفيس دايجنوزس زي سوكسي دايجنوز بالظبط. ايه الفرقين بقى؟ نكس كلام. ده اول فرق بينهم يا شباب. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ بص يا كابتن، اول فرق ان هو في الفيس اللي بنلاقي الاوكسيبوت في الاكزامينشن ابدومينال از هاير ذان تشين اند سنسيبوت. يعني تشين والسنسيبوت هما اللي تحت والاكسود فوق. امال الطبيعي ايه؟ او الاكسود بوستيريور كان ايه الموضوع فيها؟ لا ده الاكسود كان الاكسود تحت نازل بالاكسود بس ما اكسود بوستيريور بريزنتنج بارت كان اكسود. بيجي ده كان نازل كده معايا، كان نازل اكسود بوستيريور بالمنظر ده كده الاكسود اللي تحت والتشين او الفيس او السنسيوت كان فوق الاكسود اللي تحت. لكن ده نازل فيس بالمنظر ده مين اللي تحت؟ ده التشين اللي تحت او السنسيوت تحت والاكسود از هاير ذان ذا سنسيوت. يعني نازل بوش، يبقى الوش اللي تحت يعني التشين اللي تحت السنسيت اللي تحت واوكسفورد فوق. يبقى هنا اول فرق ابدومينال، اول فرق ابدومينال ديورنج بريجننسي يا دكاتره ان الاوكسفورد از هاير، اوكسفورد از هاير ذان سنسيت اند تشين. يبقى نازل بوش الوش اللي تحت والاوكسفورد دي فوق، يبقى اوكسفورد از هاير. ده اول فرق بيننا معايا بيننا وبين اوكسفورد. ده اول فرق. فرق بي ابدومينال اكزامينشن. فرق during pregnancy the abdominal examination بتاعت occiput is higher than the sensitive. في فرق تاني يا دكاترة واضح زي الشمس بين الفيس وبين occipito posterior. الفرق التاني يا شباب واحنا بنعمل PD examination طبعا مختلفة تماما عن الاوكسيبوت. من يوم دكاترة بستو posterior كنا لما نعمل examination بنلاقي فيه فونتانيلز، فاكرين؟ anterior fontanelle posterior fontanelle تريجس هيليكس صح؟ هنا مختلفة. هنلاحظ بقى ايه يا شباب؟ لما نلاحظ بي دي اكزامينشن بقى ديورنج ليبر في السكند ستيج لما ابحث الاقي في ايه؟ وش بقى الاقي في وش ركات. يعني ايه وش؟ يعني يعني عينين، يعني مناخير، يعني بق، يعني جم فيرم جم، يعني بق يا شباب، يعني تشن الاقي تشن عندنا في تشن. ده الفرق ده الثاني في ديورنج ليبر. هو في البي دي اكزامينشن هلاقي الفكره هنا في فيس، هلاقي هنا في وش. يبقى خلي بالكم يا دكاتره، خلي بالكم انا عندي هنا في الفرق ما بين الفيس وبين اوكسيبتو بوستيريور عندي هنا فرقين بس. ايه الفرقين؟ واحد ابدومينال during pregnancy والثاني during labor. during pregnancy الاوكسود اعلى من السنس. طيب يا دكاتره during بي دي examination في السكند ستيج اوف ليبر في البي دي examination الاقي ايه؟ الاقي في فيس، الاقي في عينين ومناخير وفيرم جم، ولا في شفايف لبس، ولا في تشن. خلاص؟
اكتب معايا بقى دكاتره ما هو الكلينيكال سؤال اورال مهم جدا ما هو الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف اتشين اكزامينيشن اكتب معايا السؤال ده سؤال اورال مهم ايه يا دكاتره فايده الفحص الاتشين في الفيس الدياجنوزيس از اوكسيتوبس يا جماعه فرقين فرق ابدومينال وفرق فاجينا فرق ابدومينال اوكسفورد هاير فاجينا الاقي فيس طب يلا بقى مين يقول لي ايه فايده ان انا افحص الاقي تشين ايه الفايده بتاعتها؟ ايه الكلينيكال سيجنفكانس اوف تشين اكزامينيشن؟ شايفين المنظر ده؟ يقول لي المنظر ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فيس طب المنظر ده عباره عن ايه؟ لا ده مش فيس ده براو ده براو يا شباب ده براو نازل بورتو ايه الفرق بين الاثنين؟ بص الفرق بين الاثنين ايه؟ لما اجي افحص كده خلاص هلاقي انا في تشين في الفيس لما افحص كده اللي تشيل هيك بعيد عني جدا. البراو زي الفيس تيبيكالي في كل حاجه الا في حاجه واحده. يو كانت فيل ذا تشين. اللي يفرق بين البراو وبين الفيس في الاكزامينيشن هو ان البراو التشين بعيد عني جدا. لكن الفيس قريب مني جدا. يعني خلي بالك يا كابتن الفرق بين الفيس وبين البراو ده فرق كبير. يعني ده ممكن يبقى شهر دليفري ده مستحيل. ده يعمل قيصريه. فرق بين الاثنين ان في الفيس يو كانت فيل ذا تشين. البراو يو كان فيل ذا تشن خلاص يا فرق بين الفيس والبراو هو احساس التشن ده اول حاجه مهمه اول حاجه مهمه ان هو ديفرنشيت فيس فروم براو دي مهمه قوي ان الفيس فيه احتمال ولاده زي ما بقول لك دلوقتي البراو مفيش احتمال ليه براو مفيش احتمال ليه يا دكاتره بيز يعني دايمتر البراو مين فاكر مين فاكر يا دكاتره ده اللي اسمه مينتو فيرتيكال دايمتر المينتو فيرتيكال اللي هو كان 14 سنتيمتر كان اكبر من اكبر دايمتر في البلبس مين فاكر الكلام دوت يعني يا دكاتره خلي بالكم الفيس يولد فاجينا لكن البراو لا يمكن فرق ازاي بين الاثنين؟ الاثنين تيبيكال زي بعض تيبيكال الفرق بينهم هو التشين في البراو مش ممكن تشين بعيد عنك جدا اهي شايفين بعيده لما اخش كده بعيد عني جدا لكن هنا اخرج في التشين تخبط فيها كده بالمنظر ده فيري ايزي اكزامينشن السيجنفكس الثانيه برغم ان هي لسه قدامها شويه في الاخر في المانجمنت تفرق معايا قوي. لكن اكتبها بالمره دلوقتي. ان يا دكاتره لو انت عندك التشين انتيريور احنا بنقلاه فاجينا ديليفري. لو التشين بوستيريور ده بيساوي سيزاريان سكشن وهقول لك بعد شويه ليه. يبقى التشين تاني حاجه تاني فايده في التشين لو انتيريور وي كان قلاه فاجينا. لو بوستيريور ايكوال سيزاريان سكشن. يبقى دكاتره مره ثانيه لو حسيتها فيس ما حسيتهاش براو طب لو حسيتها anterior we can allow vaginal لو posterior equal cesarean section اوكي يا شباب حد عنده اي سؤال؟ نخش بعد كده على النقطة رقم خمسة عندنا اللي هو mechanism of labor بص يا دكتور mechanism of labor بقى next بقى كده بص يا شباب mechanism of labor عندنا بقى next كمان تمام دي يا جدع بقى دي ميكانيزم اوف ليبر بقى ايه الميكانيزم؟ عندنا في نوعين من المنتوم منتو انتيريور ومنتو بوستيريور منتو انتيريور ومنتو بوستيريور عندنا في نوعين من الفيس منتو انتيريور ومنتو بوستيريور اول حاجه عندنا المنتو انتيريور جدع المنتو انتيريور بقى اول حاجه عندنا لازم اعرف الراس دي نازله بأني دايمتر مهمه جدا مين يقول لي بقى الفيس نازله بأني دايمتر نازله بالعرض مين الدايمتر نازله بالعرض مين باي بارايتال دايمتر اللي بالعرض اللي هو كام؟ 9.5 طب مين ده هيقول لي بقى الفيس دوت ايه الدايمتر اللي هو بالطول لو كان الهيد دي يا شباب از فولي اكستندد أني دايمتر سبمنتو بريجماتيك كام؟ 9.5 لو كانت فولي اكستندد سبمنتو بريجماتيك 9.5 سنتي طب لو كانت نوت فولي اكستندد لو نوت اكستندد كده ارجع للدايمترز مره ثانيه كان اسمه سبمنتو فيرتيكال كان كام؟ 11.5 سنتيمتر يعني الدايمترز مهمه قوي تعرف اللي هي خدناها قبل كده ورسمنا الدماغ وقلنا الدايمتر ايه واللي جاي من قدام لورا ومن ورا لقدام ما شفناه في الليبر برضه ايه اللي الدايمتر بتاعتنا الباي برايتر دايمتر وسبمنتو بريجماتيك 9.5 لو كانت فولي اكستندد مش كده ده ميزه لو كانت فولي اكستندد لو نوت فولي سبمنتو فيرتيكال اللي هو كام؟ كان 11.5 سنتيمتر 9.5 11.5 بص يا دكتوره
عايز حد يقول لي ده منتو انتيرو ده منتو انتيريو. عايز حد يقول لي يا شباب المنتو انتيرو ده هيتولد ازاي؟ يعني هينزل يخش جوه البلفس بيتولد ازاي؟ يطلع ازاي من الفالفا؟ حد يقدر يقول لي؟ لازم يطلع ازاي؟ يعمل كده يعمل كده يطلع باي ليفر باي فريكشن بس. يعني المنتو انتيرو ده هيتولد معايا هينزل بالدايمتر. هو نعم لما ينزل بالدايمتر ده هو كان حتى ده فولي اكستند هينزل جوه البلفس تمام. لما يجي يطلع من الفالفا هيطلع 11.5 سم. يعني فور شور رسمي وش هيعمل ايه؟ هيعمل برنيه كتير. لازم اعمل له ايه؟ ابيزيوتومي. بس هيعدي ممكن يعدي مش كبير قوي 9.5 11.5 ممكن يعدي. واخدين بالكم؟ فهنا المنتو انتير ده ديليفر. بس ديليفر باي ايه بقى؟ حاجه جديده انا عامل كده ديليفر باي ايه؟ باي فليكشن. يبقى ده ينزل بالدايمتر يمين يا دكاتره باي برايتال دايمتر. لو فولي اكستندد سبمنتو براجماتيك نوت فولي سبمنتو فيرتيكال هيطلع ازاي؟ يطلع باي فليكشن. هيطلع كده باي فليكشن. بس اوعى تنسى تعمل له ايه في المانجمنت؟ هو ايبيزيات عشان ده هيعور رسم هيعور. طب تعالى نخش بقى على مين؟ على المنتو بوستيريو اللي قبلها بقى. ايوه منتو بوستيريو. على فكره يا دكاتره المنتو بوستيريو ديت ده هنا بص كده زي اوكسيبيتو بوستيريو. يعني ممكن يعمل ايه؟ بصوا يا شباب البيبي دوت منتو بوستيريو حتى بلحظه هو منتو بوستيريو منتو بوستيريو اهو ناحيه السكرم اهو. حد ملاحظ ان هو لف سنه لف سنه لف خالص. فهنا بقى ايه؟ منتو انتيريو ديليفر از منتو انتيريور. يعني هنا في 2/3 اوف كيسز هيلف ويبقى منتو انتيريور وديليفر زي اللي فوق. طب ايه الاحتمال الثانيه؟ في كام احتمال تاني؟ في ثلاث احتمالات اخرى. مين ده؟ قول لي بقى ايه الثلاث احتمالات الاخرى يا دكاتره؟ هيلف لان بقى هنا بقى عارفه زي ما اللي ورا لف برضه في الاكستيريور نفس القصه التشين تلمس الارض وتلف بعد كده. يعني انا دكاتره هنا خلي بالكم التشين لمس الارض ولف بعد كده. واخدين بالكم؟ بقى هنا منتو انتيريو. طب حد يقول لي احتمال تاني؟ ممكن يا دكاتره البيبي دوت يلف ضمن دايره بس يقف بالعرض معاك. لو كان ايه بقى؟ لو كان نوت فولي اكستندد. مين يقول لك نوت فولي اكستندد؟ الداتا اللي بتقول ده اسمه دايرتر اسمه ايه؟ سبمنتو ايه؟ فيرتيكال كام سنتي؟ 11.5. لما يلف ينخبط في مين؟ ايسكال سباين اللي هو كان انت سباين كام سنتي؟ 10.5. ما يكملش يقف لك كده زي دي بالظبط. اسمها ايه يا شباب؟ ديب ترانزفيرس اريست. برافو عليك. طب سؤال تاني، لو الدكاتره التشيل لمس الارض ورا والسنسبوت لمس الارض قدام ات سيم تايم، مين اللي الاثنين لمسوا الارض ات سيم تايم؟ ايه اللي يحصل؟ والله ما انتوا لافين. اسمها ايه بقى ديت؟ اسمها بيرزيستنت منتو بوستير. زي امبارح ولا ايه؟ ما انا مفيش خلاف زيها بالظبط. طب مين ده هيقول لي بقى؟ لو انا كاتبه اللي تشين دي بقى هي دي اللي مستواها اقل، دي لمس الارض، ايه اللي يحصل؟ لو دي لمس الارض ايه اللي يحصل؟ قبل التشين ايه اللي يحصل؟ هيلف كده وده هيلف كده. يا منظر عامل ازاي؟ نيكست كده. بص يا جماعه ماشي اللي قبلها بس قبلها. بص يا جدع بص المنظر عامل ازاي؟ لف هنا ايه؟ لف هنا لورا بالمنظر ده بنسميها دايركت منتو بوستيريور. زي امبارح بالظبط يا شباب، ما امبارح حصل كده. يعني هنا في دايركت منتو بوستيريور زي امبارح بالظبط. امبارح كان الاكسيد بوستيريور دوت لف لقدام بقى اكسيد انتيريور او زي ما وقف بالعرض اسمها ديب ترانزفيرس اريست او بيرزيستنت اكسيد بوستيريور او الاوكسفورد لف لورا كان اسمها الدوب دايركت اوكسيدو بوستيريو. هنا بقى دايركت منتو بوستيريو. نفس الكلام بالظبط. يعني منتو انتيريو ده دكاتره ليفر باي فليكشن. طب المنتو بوستيريو يا يلف يقف بالعرض يا زي ما هو ما لفش اللي كنا بنسميه امبارح ميلتري بوزيشن يعني زي العسكري كده ما بيتحركش. او يا دكاتره يلف مين؟ يلف لورا اسمها دايركت منتو بوستيريو. طب مين يقول لي امبارح كان مين بيولد فيهم؟ اوكسيد انتيريو كان بيولد صح؟ والدوب كان بيولد. هنا بقى في فرق بقى، ايه الفرق؟ ده ما بيولدش خالص. ده ما بيولدش خالص. يعني ده امبارح ده كان بيولد 50% منه بيولد 50%. النهارده ده ما بيولدش خالص. يعني ايه؟ يعني ده خلي بالكم يعني دوت بيحصل فيه اوبستراكشن. ليه يحصل اوبستراكشن ليه؟ بصوا يا جماعه ليه دكاتره هذا المنظر ده لازم فيه اوبستراكشن ليه؟ اقول لكم ليه بقى؟ ركز معايا بقى كده. هو هيطلع من الفالفا هنا، دي الفالفا هنا، دي الفالفا هنا.
ايوه بالمنظر ده دي البلطجيه. عايز يعمل ايه هنا؟ عايز يعمل هو عامل كده خلاص؟ عايز يعمل بلطجه. اقولها لكم برسم بطريقه ثانيه اهو. الليبي ده دكاتره كده عامل كده بالمنطقه اكستنشن كده وهيطلع من بلطجه. هيطلع من بلطجه. طب هيطلع ازاي من بلطجه ازاي؟ عايز يعمل اكستنشن اوف ان اوريدي فولي اكستندد ليج. يعني هو فولي اكستند كده. وهو هيطلع من بلطجه قدام. عايز يعمل اكستنشن. طب هو لما كان منتو انتيريور لا كان بيطلع سهل كان بيطلع فليكشن يطلع. لكن لما يكون منتو بوستيريور هيطلع من بلطجه. عايز يعمل اكستنشن ورأس اصلا فولي اكستندد هيطلع ازاي؟ ما يطلعش. طيب هقول هو هيطلع ماشي. قال لك بقى بص هيمشي كده بقى بهلوانيه طلع بهلوانيه هيطلع كده بالمنظر ده. في مشكله ثانيه مش هيطلع من الغلط. ايه المشكله الثانيه؟ في دامتر ظهر جديد. ايه الدامتر؟ من صدر الراس الدامتر دوت. ده اسمه ايه الدامتر ده؟ اسمه استرنو بريجماتيك او فراترو بريجماتيك. ده كام سنتي؟ 18 ونص. مش هيعدي من الغلطه. بصوا يا شباب نكست اللي بعدها بقى. بصوا يا شباب بصوا كده الراس اهي مش هتعدي. ليه مش هتعدي ليه؟ لان هو هيطلع من الغلطه. وهنا لازم هيد فولي اكستند يعمل ازاي؟ مش هيطلع ما يطلعش مش هيطلع ده جد. انا عايز اعمل اكستنشن اوف ان اوريدي فولي اكستند نك. المشكله الثانيه ان في دامتر ظهر جديد اسمه ثراكو بريجماتيك. ثراكو بريجماتيك وده كام سم؟ ده 18 ونص سم. طب استنى اللي بعده. بص يا شباب بيبي ده بص بيبي ده مش هيطلع. ليه؟ هيطلع من الفاكوم هنا وعايز اعمل اكستنشن وراس فولي اكستند. الدامتر ظهر جديد بقى ده ما ينفعش يخش البلبس. ليه؟ ده 18 ونص سنتي اسمه ثراكو بريجماتيك من عند الاسترنال لغايه البريجما وده 18 ونص اكبر من اكبر دايمتر في البلبس فيحصل رسم فيه اوبستراكشن وما ينفعش نولده. ليه؟ لان هو راس اكتر فول اكستند. اختر رقبته بقى اكس رقبته عشان يبقى ده ايه؟ ينزل ما ينفعش ينزل. ده دكاتره اوبستراكتد ليبر ده اوبستراكشن رسمي مش حل. نعم علشان السلسلة تلمس الأرض الأول قبل الأكسجين. دلوقتي كانت علاقة بين قبل التشيل. يعني بيبي ده نازل كده للسلسلة من تحت شوية. فإيه نلفل بقى؟ نلفل قدام. طيب نرجع للسلسلة اللف تاني مش مشكلة. اللي تحت اللي هو الإنس نحوي لفل. اللي هو اللي تحت لفل قدام. تحت سلسلة دي. يعني هنا كده بص كده. يعني هنا ده هنا كده. ده دكاترة اللي تشيل ده اللي كان تحت الأول. ده لفل راح. خلاص كده؟ طيب في بقى حاجه ثانيه ممكن يقف زي ما هي لسه. ممكن الدكاتره يقف كده امتى؟ لو كان الدكاتره التشيل ده والسنسور مستوى واحد. طب لو هو الدكاتره كده يعني ايه؟ يعني هو نوت فري اكستند هو فري اكستند قوي كده تشيل تحت. لو نوت فري لو نوت فري اكستند مين اللي تحت بقى؟ السنس من اللي تحت. ايه اللي يحصل؟ يلف السنس من تلف لقدام فالتشيل تلف لورا يبقى اسمها دايركت منتو بوستيريور. معايا اللي تحت بقى. اوكي يا شباب؟ فاهمين الكلام ده كله؟ طب نيجي بعد كده على المانجمنت عندنا، ايه المانجمنت؟ اللي هو ايه؟ تمام؟ ما هنا هنا كده بص كده اللي قبله مثلا كمان بص ده هو مونتا انتيريور البلبة هنا هو يطلع من البلبة منتو انتيريور يطلع ازاي؟ يطلع باي فليكشن. منتو انتيريور يطلع باي فليكشن بالمنظر ده. تمام؟ لو هو بقى بوستيريور بالمنظر ده هيطلع باي ايه بقى؟ ما الغرفه قدام والتشين ورا عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل اكستنشن وهو راس اهي عامله كده هيطلع من قدام هنا. لو هو كده البلبة قدامه دلوقتي هنا بيجي ده كده. لو هو منتو انتيريور بالمنظر ده هيطلع باي فليكشن هو طلع بره البلبة. طب لو هو منتو يطلع ازاي؟ يطلع باي اكستنشن لازم. لو هو فولي اكستند ما ينفعش يطلع. طب الحاجه الثانيه كمان ان هو يطلع كمان بدامتر ثاني كبير جدا اسمه ستيرنو بريجماتيك ده 18 ما ينفعش يطلع من البلبه ولا يخش جوه البلبس كمان بيحصل اوبستراكشن. طب ايه المانجمنت بقى يا دكاتره؟ ايه المانجمنت؟ بص بقى المانجمنت عندنا ايه؟ المانجمنت عندنا في الفيرست ستيج نفس القصه افويد البروم وانرشيا وسب. طب السكند ستيج بقى انا هنا يا دكاتره هدي نص فرصه في السكند ستيج نص فرصه. عايز حد يقول لي يا دكاتره انا دلوقتي في السكند ستيج تكسير ستيريو كان فرصه قد ايه؟ في البرايم جرافيتي قد ايه؟ كان ساعتين والمالتي بارا كان ساعه تمام. بس انا بقى المرض انا خايف قوي مش هدي فرصه كامله هديها لكاتره هدي في ميل دي ونص فرصه يعني 1 اور في البرايم جرافيتي و 2 اور في المالتي بارا سوري نص ساعه في المالتي بارا ساعه في البرايمي نص ساعه في المالتي بارا نص فرصه. طب ليه يا دكتور محمد المره دي نص فرصه ليه؟
اصل يا دكاتره خلي بالكم لو حصل اوبستراكشن وده وارد يحصل اوبستراكشن في الفيس هيحصل اديما. لو حصل اديما في الفيس مشكله. ليه بقى اديما في الفيس مشكله؟ ليه؟ الاديما في الفيس هتروح مكان اللارنكس وتعمل له سفوكيشن. انا بخاف من الاديما بتاعت الفيس. يعني لو حصل فيه اوبستراكشن يحصل اديما في الفيس، الاديما توصل اللارنكس تعمل سفوكيشن. فعشان كده ما بديهاش فرصه كامله، بديها نص فرصه بس. يعني ساعه في البرايم، نص ساعه في المالت، تو افويد لارنجيال اديما. يعني عشان ما يحصلش اديما في الفيس ويدوسوا على كده الارنكس يحصل بعد كده سفوكيشن، بدي نص فرصه بس. وبعدين بعمل اكزامينشن. يلا يا جماعه في الاكزامينشن بقى لو الهيد نوت انجيجد اعمل ايه فورا؟ سيزاريان سكشن. طب لو الهيد دكاتره انجيجد ايه الاحتمالات بقى عندنا؟ عندي اربع احتمالات اللي هم دول منتو انتيريور صح؟ او ديب ترانسفيرس ارست او برزيستنت منتو بوستيريور او دايركت منتو بوستيريور. خلي بالك يا جماعه المنتو انتيريور فاجينال ديليفري، اي حاجه بوستيريور سيزاريان سكشن. خلاص كده؟ منتو انتيريور فاجينال، اي حاجه بوستيريور سيزاريان سكشن، يعني ديب ترانسفيرس ارست قيصريه. البرزيستنت منتو بوستيريور قيصريه. الدايركت قيصريه. كان في كلام فارغ بقى عندكم، ايه كلام فارغ بقى؟ عندكم كلام فارغ جدا. قال احنا ممكن دكاتره فاكرين اكسوب ستيل ممكن الف بيبي دوت بايديا اعمل مانيوال روتيشن، كلام فارغ. الحاجه الثانيه ممكن اركب دكاتره فورسبس والف البيبي ده، فاكرين دكاتره كيلان فورسبس؟ كلام فارغ. كيلان جايب الكيل هيموت العيل، اوعى تعمل كده قيصريه. ايه رايكم في البنتوز؟ ينفع؟ اوعى بنتوز، ده ما ينفعش بنتوز، ليه؟ طالع وشه هتشفط عينيه، اوعى تركب بنتوز، ممنوع البنتوز. فورسبس ما بتعملش بس مكتوب في الكتاب. المانيوال روتيشن مكتوب في الكتاب. كرينيوتومي مكتوب في الكتاب. هو يا دكاتره ماز از سيزاريان سكشن قيصري. يا مره ثانيه يا شباب خلي بالكم ان انا هنا هدي العيانه نص فرصه وافحص بعد كده لو نوت انجيجت معايا قيصري. طب لو انجيجت بقى لو منتو انتيريور اللو ديليفري. طب لو اي حاجه بوستيريور قيصريه. على فكره يا دكاتره لما يجي لنا حتى الفيرست ستيج وهي بوستيريور عملها قيصريه، كتبها كده سطر مكتوب تحت جميل قوي. المودرن اوبستاتريكس اي بوستيريور من ده بوستيريور بعملها قيصريه فروم ذا ستارت، حتى لو فيرست ستيج بعملها قيصريه بدري جدا. المنتو بوستيريور حتى دونت ويت فور روتيشن، ما تستناش. او قصيت بوستيريور بستنى، منتو بوستيريور ما بستناش، بعمل قيصريه فروم ذا ستارت، حتى لو فيرست ستيج بعملها قيصريه، ما بكملش معاها. ما بستناش عليها، دونت ويت فور روتيشن. طيب سؤال يا شباب، ايه مشاكل بقى؟ ايه الكومبليكيشنز اوف اوكسيتو الفيس برزنتيشن؟ ايه المشاكل؟ برضه دي برولونجد ليبر والبروم والانر والانرشيا والبروم والبلاس اوف كورد وانجريز وسبسس وابستراكشن عادي جدا. المشاكل بيسو عادي جدا جدا جدا. بس هزود حته صغيره. ايه الحته الصغيره يا شباب؟ بيبي ده حصل له ابستراكشن. لو حصل فيه ابستراكشن بالمقدار دوت تخيل ممكن يحصل. بص يا جماعه ممكن يا كابتن تلاقي بقى في حاجه غريبه جدا من الابستراكشن يحصل كيبوت في وشه كيبوت. تلاقي العيل ده حتى ايفن انا ممكن في الاكزامينشن في البي دي اكزامينشن تخيلوا يا جماعه حاجه غريبه قوي بس انا هشرحها زياده فين؟ في البريتش. تخيلوا يا جماعه ان ممكن لما يحصل ابستراكشن الحته دي اللي هي التشيك بتاعته تكبر جدا معايا دكاتره خده يكبر جدا الناحيه دي والناحيه الثانيه بينهم فتحه عامل زي مين؟ زي الانس. تخيل في البي دي اكزامينشن لما يحصل دكاتره قديمة للفيس حتى ما اعرفش الكلام دوت ده بريتش ولا فيس. تخيل يا جماعه من كتر القديمه لان الفيس كله عباره عن سوفت تيشو بيحصل فيه قديمه تبقى كبيره قوي فممكن دي ممكن تكبر جدا ودي تكبر جدا واخدين بالك وفي النص في فتحه عامل زي البريتش بالظبط. حتى لو كان بسميها كلمه عربيه على فكره اسمها تيوميفاكشن اوف فيس. يعني ايه تيوميفاكشن؟ يعني طمس مع طمس تيوميفاكشن طمس معادن الفيس. يعني ممكن ده بريتش دوت ما اعرفش بقى كان ده بريتش ولا فيس تخيلوا من القديمة اوف ذا فيس معايا فيحصل تيوميفاكشن اوف فيس تلاقي هنا خده كبير وهنا خده كبير فتح في النص. لما اقول لكم المره الجايه بقى فرق ازاي بين تيوميفاكشن اوف فيس وبين بريتش اقول لكم المره الجايه ان شاء الله. بس هو الواد ده غالبا بتاع الفيس دوت بينزل برده مورم شويه عامل زي دونجل كده. لا الواد كده دونجل كده قلت له لا الواد ده قلت له مش ابني ليه يا مدام؟ قلت له لا وشه منفخ قوي لا بابا كده ولا انا كده ايه يا دكتور المنظر ده؟
لا ما تلاقيش بس 24 ساعة دي ما تروح تلاقيش رجع تاني ايه شكله حلو تاني واخدين بالكم ده معاه بينزل كده عنده قديمة في وشه ده وشه مورم كده معايا اه لازم وشه واد دنجل كده مورم كده استنى 24 ساعة القديمة دي تروح بعد كده وتلاقي وشه بعد كده ايه رجع زي الفل ده بيبقى عنده تيوم انفكشن اوف فيس وشه مورم كده فهمت يا جماعة؟ فهمت يا شباب الفيس؟ عايز حاجة تانية؟ ما هو لما تنزل كده وزاري توصل للنرفز لا عشان دي عكس مش دعوه بالفيس خالص يا هنا شباب عيد حاجه بالفيس يا جماعه فاهمينه ما فيهوش سهل بسيط صح في اي مشكله يا دكاتره طب تعالى نخش بقى على البراوي يا دكاتره براوي يلا يا جماعه البراوي بقى ميكانيزم بتاع الدليفري المنتو انتيريور ليفر باي ريفليكشن منتو بوستيريور بيلف يا منتو انتيريور ده احتمال او دي ترانسفيرس ارست ده احتمال تاني او زي ما هو بريزيستنت او يلف لورا يبقى دايركت منتو بوستيريور منتو انتيريور فليكشن منتو بوستيريور زي اوكسيد بوستيريور في النفس قدام ترسيم ايه اللي حصل كده؟ عشان خاطر الدنيا دوت مش كل مش لو كان في اكستندد 9 ونص فيلف عادي من ال 10 ونص لو نوت فري اكستندد ب 11 ونص بقى سبمنتو فيرتيكال 11 ونص يجي يلف لقى في اسكريس بوينت الدنيا عليه ده بقى 11 ونص فايه ينزل اه وده 10 زي امبارح بالظبط نيجي بقى كده بقى على البراو بقى براو برزنتيشن يلا يا سلام المان برزنتيشن الثاني هو براو المان برزنتيشن الثاني هو براو يلا يا دكاتره اول حاجه الديفينيشن يلا يا شباب الديفينيشن البراو عباره عن ايه؟ It is a man presentation in which the head is midway. برافو عليك. ال head يا شباب midway. يبقى خلي بالك يا شباب. It is a man presentation. شباب سوري يا جماعة. سوري. It is a man presentation in which the head is midway. اوعى تقول لي extended. انا عاملها ده face. ولا flexed. ده vertex. مرات ايه؟ midway. براو ده رخم قوي. ليه؟ واقف على النص بالظبط يعني تكة كده يبقى فيرتكس تكة كده يبقى فيس لا هو واقف في النص مع زي الكورة على الخط لا دخل الجول ولا طلعت بره على الخط كده فالبراو واقف على الخط كده واخدين بالكم هنا انا جت لها الديفينيشن اوف براو شايفين براو بيبي نازل بايه؟ بأورتو نازل بدي عارفين تاني عظمه دي في الدماغ ولا ما تعرفوش؟ اسمها العظمه دي فرانتال بون دي فرانتال بون يا شباب وهنا كان في سوتشر زمان كده اسمه ايه؟ فرانتال سوتشر او ميتوبيك فهنا خلي بالكم The definition, it is a man presentation in which the fetal head is midway. يلا يا جماعه مين يقول لي بقى الديرومينيتور؟ فما فيش غيرها فرونتال بون. بص يا جماعه بقى البراو دوت ممكن يكون anterior او posterior. يعني ايه؟ يعني هنا بلبس اهو واخدين بالكم؟ ممكن ايه ده؟ الفرونتال بون قدام هنا بقى اهي قدام فرونتال بون بينزل الفرونتال بون اهو قدام بالمنظر ده كده بالمنظر ده قدام يمين او قدام شمال. او ورا 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 نفس القصه برضه ورا كده جاتنا كده ورا يمين او ورا شمال يعني هو ممكن هو يكون قدام يمين او شمال او ورا يمين او شمال واخدين بالكم يعني anterior او posterior right or left معايا يعني هنا اللي ده كده ده ايه رايكم فينا فين ايه رايكم دوت هنا فرونتال بون قدام ولا ورا اهو اه ورا اهي بصير بالمنظر ده يبقى هنا لكتة فرانتال بون قد تكون anterior أو posterior يمين أو شمال. نعم؟ لا الرايت ده رايت البيلس هو الرايت بتاع البيلس. كأنك واحد سلم عليه كده، أنا عكسه. لا أنا أوريك خليها بعد خطوة أوريك نشوفها مع بعض. ماشي؟ لأن ممكن تسألوا تحت. لا التشين بوستير ده لازم يعمل كمان كده لازم ينزل كمان كده لازم وشه نازل مش ده مش اللي مش اورتو وشه نازل مش اورتو كده معايا ده كده ده فيس ده مش فيس ده براو طب دي يا كاتر بعد كده على الانزنس بقى بص يا كاتر البراو 10 الفيس البراو يعني ال 10 فيس يعني كام؟ واحد في ال 2000 لواحد في ال 3000 البراو 10 الفيس واحد في ال 2000 لواحد في ال 3000 طب ليه يا كاتر الايتيولوجي بقى؟ شباب الايتيولوجي يا كاتر etiology as face etiology as face يعني تقول لي بقى في primary في secondary مين اللي primary هي ذات primary neck tumor صح بس neck tumor ده مش جامد قوي يعني neck tumor ده لو جامد قوي
يعمل لك فيس. لو مش جامد قوي يعمل لك براو. لوبس اوف كورت، لو لوبس دي كتير قوي تعمل لك فيس، مش كتير قوي تعمل لك براو. سبازم، لو جامد قوي يعمل لك فيس، مش جامد قوي يعمل لك ايه؟ براو. معايا؟ الان كفلي والدرب كفلي كله زي الفيس بالظبط، يعني الكودس از فيس. طب في سكندري براو، سكندري براو بسبب ايه؟ اكستنشن اوف اوبستيريور زي ما قلنا في الفيس بالظبط. يعني انا جاتنا كده اللي هو البراو دوت كان الاكسيد الاوبستيريور ده هنا البايبراتر بتثبت مين بس سالكه الباي تمبرال، فعمل تكه واحده كده بقى براو. لو زود كمان تكه بقى فيس، لا ده وقف كده بقى تكه واحده. فهنا السكندري براو از ذا موست كومن وده اكستنشن اوف اوكسيبيتو بوستيريور. باختصار اتيولوجي تيبيكالي كلمه واحده از فيس، الدايجنوزس كلمه واحده از فيس، ما عدا حاجه اختلاف واحد بين الفيس وبين البراو. ايه الاختلاف الوحيد هنا؟ يو كان فيل ذا تشين ان براو، بس كده. الدايجنوزس از فيس بط يو كان فيل ذا تشين، بس كده. طب نيجي بقى كده على الميكانيزم. عايز حد يقول لي هل البراو ممكن يولد؟ مش ممكن. ليه يا دكاتره؟ الا لو هو كان صغير قوي، يعني ممكن عيل ميت صغير كده ولا حاجه ممكن يعدي بيرنس واسع، ممكن يعني 30 اسبوع 25 اسبوع كان براو ممكن، لكن بيبي عيل طبيعي ما يعديش. ما يعديش ليه؟ عشان ده الدايمتر بالمنحه فيرتيكال، وده كام سنتي؟ 14 سنتي، فمش ممكن يعدي. لان ده 14 سنتي مش ممكن يعدي، المنحه فيرتيكال كبير قوي مش ممكن يعدي. معايا؟ يبقى هنا البراو ده لازم دايمتر كبير جدا اكبر من البنس. اللهم الا لو صلح نفسه ممكن يعدي ساعتها. يعني ايه؟ يعني الدكتور عمل تكه ايه؟ كده او كده. تكه الدكتور كده بقى فيس فممكن نتكلم، او تكه كده بقى ايه؟ بقى فيرتكس ممكن نتكلم. لكن هو لو فضل براو مش هيتولد. ليه؟ البراو ده ريزن مين؟ بالمنتو فيرتيكال اكبر دايمتر في الدماغ، ده ما يعديش ابدا، اكبر من اكبر دايمتر في البنس، ده ما يعديش. يعني هو صلح نفسه لفيرتكس، صلح نفسه لفيس ممكن يتولد، لكن لو فضل البراو زي ما هو مش ممكن يتولد. البراو نو ميكانيزم اوف ليبر، ليه؟ نازل بالمنتو فيرتيكال اللي هو 14 سنتيمتر من المنتر دي من التشين للموست بارجين بوينت اللي هي اللي فوق دي الفيرتكس ده 14 سنتيمتر. بالتالي يا دكاتره المانجمنت، المانجمنت كلمه واحده نعمل مانجمنت ايه؟ سيزاريان سكشن. بس هنا في نقطه، دكتور محمد ازاي نعرف ان هو مش هيصلح نفسه؟ يعني هو اللي هنا دكاتره براو علاجه هو قيصريه سيزاريان سكشن، بس سؤال ازاي هفهم مش هتغير؟ يعني هل حاجه لو حصلت يقول لك فعلا مش هتغير بقى البراو، يبقى يبدا البراو زي ما هو يبقى اعمله قيصريه؟ حالات في قيصريه ولا غلط؟ في حاجات لو حصلت يبقى ده هيفضل براو. يعني في ترانزنت براو ببقى انا ايه املي ان هو يغير نفسه، لكن لو حاجه حصلت يقول لك لا خلاص يفضل زي ما هو. ازاي يا شباب؟ اول حاجه لو حصل رابشه في ممبرين، رابشه في ممبرين الميه بقى قلت فالبيبي ده اتثبت، واخدين بالكم؟ يا مش هتغير، يبقى هو كان براو ورابشه في ممبرين هيكمل براو. لو ما موجوده في امل، الدنيا واسعه ممكن يغير نفسه، لكن خلاص يوتس كولابست عليه والميه قلت والدنيا بقت الفراغ بقى قليل مش هيغير، هيبدا ان هو براو. الحاجه الثانيه لو حصل فول سيرفايكال جراديشن، يعني الدكتور قاعد لغايه ما سيرفس فول دايريتي ما اتغيرش، هيتغير بعد كده؟ زي الطالب اللي ما ذاكرش بكره الامتحان. يعني طب ما ذاكرش ليه قبل كده ليه؟ ما كان المفروض يذاكر صح؟ يبقى اكيد مش هيذاكر خلاص. يعني الدكاتره هنا برضه نفس القصه، البراو مع فول سيرفايكال جراديشن. يعني هو صابر كل ده براو، يبقى هيتغير في رايك لما حصل فول سيرفايكال جراديشن؟ مش هيتغير خلاص. الا لو البراو معايا دكاتره حصل معاه شفت البريز مش هتغير. لو وصل لغايه فول سيرفايكال جراديشن وهو براو مش هتغير، اعمل له ايه؟ اعمل له سيزاريان سكشن. يبقى علامات ده مش هتغير ان هو بيرزيستنت براو، مش هيصلح نفسه خلاص لو حصل فول سيرفايكال دايلاتيشن. معايا مش هتغير. لو حصل مش في امبريل يبقى اكيد مش هتغير. نعمله قيصري. كومبليكيشنز از فيس بالظبط. كومبليكيشنز از فيس بالظبط. يا مره ثانيه يا شباب خلي بالك الديفينيشن ات از ا مان برزنتيشن ان ويتش ذا فيتال هيد از ميد واي. تمام. الديمتر فرونتال بون، بص يا جماعه انا قدامكم اهو ده هنا فرونتو انتيريور كده رايت فرونتو انتيريور وكده ليفت. تمام. فرونتو انتيريور ممكن يبقى كده ليفت فرونتو بوستيريور، او ممكن يبقى كده رايت فرونتو ايه، او هنا رايت فرونتو ايه بوستيريور. فرونتال بون قدام او ورا يمين او شمال. طب نيجي على الايتيولوجي از فيس الانزنس عشر الفيس
رحت في 2003 diagnosed as face بس you can't feel the chin mechanism no mechanism اللهم لا صلاح نفسه بقى vertex او بقى face المانجمنت قيصرية طبعا ده نفسه صلاح نفسه ازاي رابشة في ممبرينز او فول دايلاتيشن لو حصل يبقى ده قيصرية حالا فيه يبقى مش هنغير نفسه فين كوميونيكيشن as خش بقى كده رجعنا على شولدر بريزنتيشن يلا يا دكاترة مين يقول لي يا دكاترة الديفينيشن اوف شولدر بريزنتيشن يعني ايه شولدر يعني ايه شولدر ده بيجي قاعد كده ده شولدر اهو ده شولدر بريزنتيشن صفحة 44 ما شاء الله حظ ماشي بص يا دكاتره يعني ايه دكاتره بقى شولدر برزنتيشن معناها ايه it is a man presentation in which the fetal lie is transverse ده دكاتره بص كده man presentation in which the fetal lie is transverse man presentation the fetal lie is transverse طب سؤال يا دكاتره رايكم كده مين عظمه مهمه في الشولدر اللي على حسب هذه العظمه حدد البوزيشن anterior, posterior, right, left, يعني اسكابيلا رابع اسكابيلا في ناس تقولها في الراوند اكروميون لا اسكابيلا اجمل ننصح اسكابيلا احسن بصوا يا شباب ازاي بصوا يا جماعه ازاي بصوا الاسكابيلا هي يا شباب اسكابيلا هي بالمنظر ده طب مين يقول الوضع ده اسمه ايه الوضع ده اسمه ايه ده مين ده بقى ده ليفت ايوه ليفت اسكابيلا anterior طب مين يقول الوضع دوت ولا ده مين ده؟ رايت سكابلو انتير، طب مين الوضع ده؟ رايت سكابلو بوستيريور، طب مين الوضع ده يا شباب؟ هو بيبي ده كده، عامل كده، ده مين ده؟ ده هنا ليفت سكابلو بوستيريور، واخدين بالكم؟ اهو ليفت على الليفت اهو، وسكابلو بوستيريور اهو، طب الوضع دوت؟ هو مين ده يا دكاترة؟ ده مين ده؟ ده ليفت سكابلو انتيريور، يعني عايز اقول لك ان السكابلو دي ممكن في اي ربع من اربع تربع anterior posterior right or left واخدين بالكم يعني انا بوزيشنز عندي اربع بوزيشنز اسكابلو anterior posterior right او left يعني انا ده خلال الدينومينيتور يمين هي الاسكابلا ده الدينومينيتور وعندي فيه قدام وعندي فيه ورا وعندنا فيه يمين وعندنا فيه شمال اسكابلو anterior posterior right and left طيب تاني هي مش يعني هي مش هيقول لك ده مين بس هو اللي تحت اللي تحت انهي ربع اللي تحت اهي بص يا شباب الاسكابيلا تحت اهي اللي تحت هنا كده اهي في الربع اللي قدامي اللي ايه الشمال هنا كده مثلا كده اهو معايا لغايه في الربع اللي ايه قدامي اليمين معايا وهكذا قدام ورا يمين وشمال اللي تحت طيب نيجي يا دكاتره بعد كده على الانزنس الانزنس على فكره الانزنس معايا شباب خلينا معاها اتفضلوا اس بيس برضه يعني كام نص في المية واحد في المتين نص في المية واحد في المتين طيب الاتيولوجي ايه بقى؟ الاتيولوجي يا دكاتره هو 7 بي بس 7 بي بس انت تعرف ايه الموست كومن في البرايمري جرافيتي الموست كومن كوز في البرايمري جرافيتي ده سؤال ام اس كيو والموست كومن كوز في المالتي بار وده برضه سؤال ام اس كيو ذا موست كومن كوز في البرايم جرافي ده هو يوتراين مال فورميشن بالمنظر ده كده بصوا يا جماعه ده المنظر ده كده اهو يوتراين مال فورميشن بالمنظر ده بيبي ده كده عامل كده زي سيبتوم زي دكاتره باي كورنويت يوترس باي كورنويت ده المنظر ده عامل كده اهو بالمنظر ده يعني الموست كومن في البرايم جرافي ده هو يوتراين مال فورميشن يليها بعد كده سي بي دي بلبس ضيق يقف بالعرض البيبي واي حاجه من 7 بي شغاله يعني الموست كومن في البرايم جرافي ده البرايم جرافي ده الموست كومن هو يوتراين مال فورميشن يليها سي بي دي يليها بعد كده اي حاجه من ال 7 بي طب في المالتي بارا ايه الموست كومن؟ في المالتي بارا الموست كومن البطن اللي هي تولاكس اللي بنسميها بندولاس ابدومين يعني الاتيولوجي يا شباب الاتيولوجي اوف شولدر برزنتيشن السبعه بيز اللي احنا عارفينهم عادي جدا بس انت ايه البرايم جراف ده ايه الموست كومن المالتي بارا ايه الموست كومن
في البرايم جرافي ده الموست كومن تراير مال فورميشن زي سيمبتوم زي بايكونويت اكتب عندك بقى فولود باي سي بي دي نحطها في الجدول هنا الموست كومن يوتراي مال فورميشن زود معاها كمان ثم السي بي دي السبب الثاني السكند موست كومن لكن في المالتي بارا ايه الموست كومن بندرس ابدومين اللي هي البط اللي هي تولاكس اللي هو البيبي اللي مرمي في الشارع فهنا بقى ده تولاكس كده بط تولاكس عيل مرمي في الشارع ياخد اي وضع من ضمنها الترانسفيرس لاي شولدر برزنتيشن سي بي دي يعني اول حاجه ترمال فورميشن فولد باي سي بي ثانية انا فاكر الايتيولوجي 7 بي عاديه جدا 7 بي عادي جدا بس ده بس مين الموست كومن في البرايمي البرايمي يوتراي مال فورميشن يليها بيلبس دايما خدناها دي على فكره في كودات بيلبس لو انت فاكر كان معادلات خدناها قبل كده قلنا لو بيلبس ضيق في برايم جرافي ده تلاقي في مال برزنتيشن صح ولا ما صح؟ خدناها دي في كونتراكتد بيلبس طيب نيجي بعد كده كتر على الدايجنوزس يلا يا شباب عايز حد يقول لي يا كتر دايجنوزس اللي هو البيبي ده اللي بالعرض تلاقي البطن هي عندي بتقول لك انا بطني مرض غريبه عن اي مره ثانيه في السيمبتومز بطنها عامله ازاي؟ مين يقول لي بقى الواحده اللي هي عندها ترانسفيرس لاين بطنها يا دكاتره منبعجه قلت لها بطني منبعجه المره دي يعني ايه منبعجه؟ يعني برود فروم سايد تو سايد بطنها كده كبيره كده من جنبين برود فروم سايد تو سايد ده هنا كده يا دكاتره هنا الانسبكشن السيمبتومز بطنها منبعجه دي سيمبتومز بس برضه في انسبكشن برضه وانا برضه هقول لها تمارين كده اه لا ليك حق فانت فعلا بطنك منبهجه فروم سايد تو سايد بطنها عامله زي المركبه بطنها عامله زي المركبه الدماغ طالعه كده وهنا الفيش طالعه كده بطنها عامله زي المركبه برود فروم سايد تو سايد يعني انسبكشن البطن عريضه معايا البطن عريضه يعني عايز اوقف بالعرض طب بالبيشن يلا يا جماعه الفاندل ليفل مين يعني الفاندل ليفل اخباره ايه؟ فاندل ليفل اقل من الامينوريا ليه عيب العرض فاندل ليفل اقل من الامينوريا طب الفاندل بريب الاقي فوق ايه يا شباب؟ امتي فاضي مفيش بيبي اصلا فوق بيبي العرض دماغ في ناحيه وبطن في ناحيه ثانيه طب امبيليكال بريب الاقي انا جت الناحيه دي اهو الاقي الناحيه دي ايه؟ دماغ اهو والناحيه اللي هنا في ايه؟ باتوكس تمام ناحيه دماغ والناحيه دي باتوكس طب بيلف جريب الاقي هنا تحت ايه يا دكاتره؟ فاضي بيلف جريب فاضي العين العرض بيلف جريب الاقيه فاضي يا مره ثانيه يا شباب الفاندل ليفل قليل فاندل جريب امتي امبريكا جريب ناحيه دماغ وناحيه بطن بيلف جريب فاضي تحت فاضي طيب مين يقول لي اسكالتيشن؟ اسمع فين في ظهر ساوند هو الشولدر فين؟ على الجنب على وان سايد اوف ذا امبريكس بس اسمع في الشولدر عند الشولدر فين الشولدر فين؟ على وان سايد اوف ذا امبيليكس على جنب من جانبي الامبيليكس واخدين بالكم؟ ده الاسكالتيشن طب نيجي في الليبر مين اللي معاك في الستيج الاقي فيه 4 بي ايه ال 4 بي عندنا؟ يلا مين يقول لي 4 بي؟ الاقي فيه في الروند الليبر والباو اوف فرودا بيس لارج وبريماتشور رشا في المبرين وبرولابس اوف كور ذا فيرست ستيج طب السكند ستيج يا شباب السكند ستيج هخش افحص اهو يا جماعه بص كده المنظر ده ايه المنظر ده؟ ده بق البيبي اهو بص كده ده بق البيبي اهو ودي دقنه ما دي راسه وده كتفه ولا ايه ده؟ لا ده كتفه ده كتفه ده كتفه ودي بطنه بالمنظر ده دي هنا رقبته كده وده هنا كتفه بالمنظر ده اللي انا حاسه هنا ده كده احس ايه يا شباب اهو احس بيبي ده كده تحس هنا ايه بقى؟ بيبي ده جت نازل بايده كده احس ايه؟ لما اعمل بيبي يكذب احس ايه اكيد؟ احس ايد واحس صدر صح؟ واحس سكابيلا يعني بنحس ايه يا شباب؟ بنحس سكابيلا بالمنظر ده كده وتحس ريبس بس ريبس دي يا جدعان ليها احساس على فكره مميز قوي عارفين احساس عامل زي مين؟ عارفين يا جدعان بتروح كده لاي كده مكتب قديم شويه تلاقي كده عامل على اللي هو على الباب من بره حاجه اسمها جريد اير جريد اير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدواسه الحديد اللي هي عامله زي التكييف كده معايا دواسه حديد كده بالمنظر ده ده اسمه جريد اير لو بتقولها مجازا زي الشوايه جريد اير هو مش شوايه لا هي صاحب بتاعها جريد اير اللي هي دكاتره اللي هي كده عباره عن دواسه حديد كده تمام كده كلها كده ايه تمام خطوط كده بالمنظر ده فده جريد اير ده كده الريبس كده عامله زي كده ايه الحديد كده معايا جريد اير بالمنظر ده تحس ريبس تحس سكابيلا تحس ايد على فكره يا جماعه ممكن تلخبط
الاثنين. الايه ودي فيها ايه؟ فيها هنا عظمه بارزه قوي. مين العظمه دي اسمها ايه؟ بوليكرينون. تمام.